زين خلينا نقول اذا انطيتك ممحات الساحة اي ايش تمسح من ذاكرتك؟ هواي اشياء. اكثر وحده اكثر موقف باقي بذاكرتك ومدى تنهزم من عنده تمسحه ما تشوفه؟ مهنة خسارات هواي يعني هسه من تنتهيش تجيب بالي هواي اشياء فيعز علي امسح جرح وبقى جرح. المفروض ان اذا لوين مسحن كلها انه اذا اردنا نرجع للمربع الاول ممكن تمسح حبيبتك؟ لا الحب حلو بكل حالاته. انا قبل لا احب ما كنت احب الشعر وانا كنت اعرف الشعر شنو. انا كتبت الشعر على موت حبيبتي. تكدلها بالمية من قصائدك؟ كلهن ما عدا يعني المعنيات باشخاص اخرين.